سيساهم إعادة تأهيل مركز الأميرة بسمة الصحي في رفع جودة الخدمة الصحية خصوصاً لسكان المنطقة؟ هلأ هذا في البداية مركز الأميرة بسمة الصحي مركز قديم جداً، وزي ما أنت شايفة بالصور اللي عرضناها هو متهالك، فحتى تحسني جودة الخدمة الصحية لابد من إعادة تأهيل البنية التحتية، فرح إحنا نعيد بنية تحتية إعادة تأهيل بالكامل، تجهيز وتطوير، وبعديها رح استحدثنا كمان عيادات، تم دراسة تدفق المرضى كيف رح يكون تلقي الخدمة بهذا المركز، رح يكون المركز صديق لذوي الحاجات الخاصة، رح يكون فيه زي ما يعني ممر سريع للناس الكبار بالسن إنه ما يستنوا كتير، رح نطبق فيه أعلى معايير الجودة إن شاء الله وبالتعاون مع وزارة الصحة. وهذا المركز زي ما أنت شايفة سجل فيه حوالي 22 ألف مريض شهرياً، فمن حق هدول المرضى أنهم يتعالجوا بجودة ويستفيدوا من رعاية صحية متقدمة أسوة بكل الناس المقتدرين اللي ممكن بيقدروا يروحوا على المراكز الخاصة ويتعالجوا فيها. دكتورة تحكينا عن حملة التبرعات بخصوص هذا المشروع. إحنا اليوم أطلقنا حملة تبرعات بعنوان نص دينار من كل من يرغب في التبرع، نص دينار فأكثر طبعا، على منصات إيه فواتيركم، زين كاش، تضامن، منصة تضامن، وإرسال رسالة نصية للرقم برقم واحد للرقم 9359. هذه اليوم حملتنا إن شاء الله تلاقي دعم من كل شرائح المجتمع، لأنه أنت عارفة أنه أصلاً دعم مثل هيك مشاريع هو صدقة جارية، هاي مشاريع مستدامة تعالج الناس، جميع الناس هم بحاجة لبيئة آمنة للعلاج. سيكون هناك إعادة تأهيل لمراكز صحية أخرى سواء في العاصمة أو في محافظات المملكة؟ الحقيقة اليوم إحنا وضعنا حجر الأساس لمركز الأميرة بسمة الصحي، وهو باكورة ونقطة بداية لمشاريع همتنا القادمة اللي هي إعادة تأهيل وتجهيز وتطوير 25 مركز صحي في مختلف أنحاء المملكة بدءا من هون، ورح ننتقل إن شاء الله للغور وللجنوب وللشمال بإذن الله.